يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله الآية، هل هذه الآية عامة في جميع المعاصي من أجل؟ وضحنا لكم يا أخي ما حضرت، وضحنا لكم أنها في توحيد ومن يعص الله ورسوله بالشرك فإنه مخلد في النار، أما من يعص الله ورسوله فيما دون الشرك فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه إنه لا يخلد في النار، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ليعلم أن قد أبلغوا الآية، هل أن تفسيرية؟ وفي قوله تعالى من جاء بالحسنة، من جاء بالحسنة في سورة النمل، آخر سورة النمل، من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، المراد بالسيئة هنا الشرك، من جاء بالحسنة هذه التوحيد، حسنة التوحيد. نعم.